اليوم الثلاثون. روى السيد لليوم الأخير من الشهر دعاء أوله: اللهم إنك أرحم الراحمين. ويختم القرآن غالبا في هذا اليوم، فينبغي أن يدعى عند الختم بالدعاء 42 من الصحيفة الكاملة. ولمن شاء أن يدعو بهذا الدعاء الوجيز الذي رواه الشيخ عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ويدعو أيضا بهذا الدعاء المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أسألك إخبات المخبتين، وإخلاص الموقنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ووجوب رحمتك، وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.